انظري إلى هنا، عجباً تفقدوا هذا السوار. ماذا؟ تقصدين هذا السوار القديم؟ إنه ثقيل جداً بسبب كل الألماس. لطيف، سأزيح شعري للخلف. هل تعجبك يا أقراطي؟ عجباً، إنها رائعة، أشعر بالغيرة. حسناً، انظري إلى هذا، مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ هذا ما في الأمر، لدي ابتسامة بمليون دولار. لا أصدق هذا، وجدتها. هذا سيوري لونا، حلي في شعري. كيف ذلك يا لونا؟ بحقك، ماذا؟ لم يكن من المفترض حدوث هذا. أو لا، لقد سقطت. هذا محرج جدا. شاهدي هذا. ما هذا؟ تضعين الجواهر في شعرك بسهولة. هذا بسيط للغاية، إنها بألوان مختلفة أيضا. واو، هذا رائع. أعلم، صحيح، أحب هذه التصفيفة، لكن شعري ممل للغاية. واو، الضوء ساطع هنا، لا أرى شيئا. هاي ناي، هذا أفضل. هاي، أوه، الشعر، الشعر، الشعر بشعرقت عليها، سيضحك الجميع عليها. سيكون موقفا عصيبا عليها. توقفي، أتعلمين؟ سأساعدك، سأسرح شعرك، سأبدأ بإزالة ربطة الشعر. حسناً، لكن شعري فوضوي الآن، لم أنتهي بعد، علينا صبغ شعرك. أولاً سأحتاج أقلام خطاط، سأقص الطرف وأخرج الحبر. هذا أنبوب الحبر، سأنفخ فيه، سأضعه في فمي، ويا للروعة، ها هو الحبر. بعد استخراج الحبر سأحضر الكريم، سأضيف كمية قليلة ثم سأبدأ خلطه بالحبر. حسناً، لننتقل للخطوة التالية. ارتديت قفازاً بلاستيكياً وسأبدأ صبغ شعرك. سأضع طبقة منه على خصلة من شعرك ثم سألفه بقطعة قصدير. جيد، حان وقت اللون البنفسجي. هل أنت متأكدة من أنها فكرة جيدة؟ أجل، ستعجبك النتيجة، أنا متأكدة. سألفها بالقصدير أيضاً. سننتظر الآن. حسناً، لنعاين النتيجة على شعرك. سأفتح القصدير، ويا للروعة. أنا خائفة من النظر إلى شعري. لحظة، هل هذا شعري؟ إنه أخضر وبنفسجي. واو، إنه رائع، لقد أعجبني. أظن أنك بحاجة شيء آخر لمظهرك الجديد. اخلعي هذه النظارة. أتعلمين؟ اخلعي سترتك أيضا. أنت بطيئة جدا، هذا أفضل. أجل، اتركي هذا الزر مفتوحا. أشعر أني أصبحت جميلة. هيا لنذهب للمدرسة. حسناً، حان وقت استعراض مظهرك الجديد. واو، هل ترين خصل شعري الملونة؟ يا إلهي، لا أحد يضحك. شكراً جزيلاً. عجباً، انظروا إلى تصفيفات الشعر هذا، أحببتها. يمكنني الاستفادة من مظهر جديد، لكن ماذا؟ لنجرب شيئاً جديداً. أحتاج إلى المقص، ها أنا ذا. كوني شجاعة، إنه مجرد شعر. كلا، لم أكن لأفعل هذا لو كنت مكانك. ثقي بي، تعلمت هذا بطريقة صعبة. أعطيني المقص. كان ذلك وشيكاً، لن أحظى بتصفيفة شعر جديدة أبداً. أم ربما سأفعل؟ أظن أن لدي فكرة. سأستخدم رباط الشعر هذا لربط شعري، ثم سأسحبه للمقدمة، ثم سأضفر بقية شعري. سيبدو هذا رائعاً. كدت أنتهي، ها قد انتهيت من المؤخرة. والآن سأفصل شعري من الأعلى وسأضع الضفيرة وسأسحبها كلها.
والآن الغرة. تستخدم آلة كي الشعر لإصلاح مظهرها. القليل من الحرارة ستعدلها تماماً، ثم سأفصلهم. تبدو رائعة، ينبغي أن أكون في مجلة. ماذا فعلت بشعرك؟ لا أفهم، ما زال المقص معي. أنا مصففة شعر بارعة فحسب. أشعر بالملل. مرحبا. صباح الخير، أريد منك رسم هذا. هذا التمثال؟ أجل، عبري عن نفسك. حسنا لا بأس، يمكنني القيام بهذا. لنرسم الآن. هذا الفم فظيع، لم أنتهي بعد. كلا، ابدأي من جديد. الجميع بارعون في النقد. سأمسح هذا الجزء. لنجرب ثانية. أظن هذا جميلا، تستحق هذه اللوحة أن تعلق في المعارض. واو، كان ذلك وشيكا. لم يعجبني. حسنا، ظننت الفن شيئا شخصيا. سأرسمه بشكل صحيح هذه المرة. يشبهه هذا أكثر. ماذا الآن؟ ابدأي من جديد. حتما أنت تمزحين. الممحات، لا يمكنني استخدام هذه. أو وجدتها. ماذا الآن؟ حتما سأجد شيئا هنا. أعني أن هذه للتنظيف صحيح؟ لابد أنها تدغدغ. هيا، من أين أتى هذا الشيء؟ هذا بلا فائدة. أوه، يجب أن ينجح هذا. فكرة مبتكرة. واو، لم يسبق أن رأيت شيئا كهذا. أوه، هيا بنا من جديد. كيف تبدو الآن؟ يجب أن أنظر إليها عن كثب. تفضلي. أوه، جيد. أوه، ها، علي التحقق من التمثال الآن. مثير. أنا متوترة جدا. يجب أن أقيمها الآن. هذا صعب للغاية، لا أصدق أني أفعل هذا. ممتاز، رائع. مستحيل، هذا المقطع مضحك. ما أجملني. أحتاج إضاءة أفضل. بنت، ساعديني أحمل الإضاءة. أنا لست مساعدتك الشخصية. هل قلت شيئا؟ أنا مشغولة بجمالي، يجب أن أصور الجانب الجميل. هذا لا ينفع، تحركي هنا. يجب أن تدفع لي أجرة. ما أجملني، لا أصدق أنني أفعل هذا الآن. متابعيني الأعزاء، اخترت إطلالة طبيعية لليوم. إيموجي قلب ووجه غامز، إنهم يعشقونني. أحم، طبيعي ها؟ ربما القليل من المكياج فقط. حان وقت عكس الإطلالة. لن يكون هناك أي فرق، لكن إن أصريتي سيظل شكلي جميلا. إنه مجرد مكياج. تنفسي. لا بأس، وداعا يا وجهي الجميل، لن أنسى مدى جاذبيتك. أنا لا أضع الكثير من المكياج، أشعر بارتياح، لن أحتاجها. سيستغرق هذا دهرا. سأقشط أنفي. أستطيع التنفس أخيرا. هذا شيء للغاية. وداعاً يا شفتي الجميلتين. حسناً، حانت الخطوة الأخيرة. هيا، يمكنك فعلها. كيف أبدو؟ كم أنا جميلة؟ ما رأيك؟ واو، تبدين مختلفة تماماً. ماذا عن الآن؟ شعري طبيعي. إنه أحسن مني في وضع المكياج. القليل من مثبت شعر، غطي عينيك. وها قد اكتمل عملي الفني. ما رأيك؟ إنه مختلف. أهلا، اختلاف جيد أم سيء؟ فيما كنت تفكرين؟ لا تقلقي، سأصلح. الجميع يحبون الأزهار. ها نحن ذا. حقا، أبدو وكأني جررت عبر شجيرة، لكن ذلك أسلوبي المميز. أحتاج إلى فعل شيء ما. ما الذي قد أستخدمه؟ هذا المشبك قد يكون مفيداً. أعلم ما سأفعل. سأبدأ بجمع شعري على هيئة ذيل حصان، ثم سأنزل ربطة الشعر للأسفل قليلاً. سأفرق شعري وأدفع ذيل الحصان داخله، وسأستخدم المشبك لتثبيته. ها
واو، إنه يناسبني وكان سهلا جدا. كيف فعلت ذلك؟ لقد طفح الكيل، أنا أستسلم، سأرحل من هنا. ماذا؟ ما مشكلتها؟ كان مشبكا فحسب. أحب الرسم، إنه نشاط هادئ ورائع. سأستخدم تاليا اللون الوردي الخفيف، إنه جميل جدا. يبدو أنني أتلقى رسالة، سأرى. حفلة قوس قزح؟ مستحيل، هذا رائع. حسناً، علي العثور على شيء مناسب لأرتديه. أوبس، فرشاة الألوان. حسناً يا خزانتي، ماذا لديك من أجلي؟ هذا ليس جيداً، ليس هناك ألوان جيدة إطلاقاً. حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ أحتاج إلى قوس قزح. مهلاً ألواني، إنها زاهية للغاية. أراهن أن بإمكاني فعل شيء بها، أنا عبقرية. حسناً، حان الوقت لتحويلي إلى قوس قزح. سأحتاج إلى بعض الطلاء وفرش التلوين، والآن سأضيف هذه الألوان على عيني. حان الوقت لتبديل الألوان والرسم تحت العين الآن. يبدو هذا رائعاً، لكنها حفلة قوس قزح. أحتاج إلى المزيد من الألوان. أحتاج إلى هذه الفرشاة الكبيرة لهذا الجزء. ها نحن ذا، على الشفتي. حسناً، الخطوة التالية هي الماسكارا الخضراء. علي التأكد من التصاق اللون برموشي. أو حسناً، أحتاج إلى لون للحاجبين البرتقالي. يمكنني منحهما شكلاً أيضاً. مظهري يتسامل، ها نحن ذا. انتهيت، والآن القليل فحسب. يا إلهي، هذا النمش الأزرق الجميل لطيف للغاية، ليتني حظيت به دوماً. حسناً، وها قد انتهيت أخيراً من مكياج قوس قزح. ماذا؟ ما هذا؟ انظروا إلى هذه الأضواء، إنها حفلة قوس القزح وهي رائعة. مكياجك رائع، هل نفذته بنفسك؟ إنه ممتع للغاية، اختيار رائع لحفلة قوس قزح. نحن هنا لمساعدتك في تحويل مظهرك بحيل بسيطة. ارتدي أجمل فساتينك وأحضر الفرشة وضعي أحمر شفة. بدأت حصة التجميل، حان وقت تحدي المكياج. تبدوان رائعتين. هذه الليلة مملة، أريد فعل شيء ممتع. لدي فكرة، ماذا عن وضع المكياج؟ فكرة رائعة، أحتاج بعض المساحة للمكياج. وأنا أيضاً، كل ما نحتاجه الآن هو المكياج. انظري، أحمر شفاة، ظلال عيون، وفرش مكياج. مستعدة؟ أول من تنتهي من وضع مكياج كامل تربح. لنظف المؤقت، انطلاق. ماذا سأستخدم أولاً؟ يجب أن أسرع. سأضعها هنا وسأعود حالاً. إلى أين ذهبت؟ لا يهم، أنا الرابحة. كدت أنسى أهم شيء. سأضع قطعة القصير على الطاولة. سأبدأ بكريم الأساس. ماذا تفعلين؟ قطرة من كريم الأساس، سأوزعها على القصير. يبدو جيداً، حان وقت العينين. لطالما أردت أن أصبح رسامة. الوقت ينفد، انتهيت. سأضعه الآن، يجب أن أضغط عليه. هل تعرفين ما تفعلين؟ كدت أنتهي. انظري، ألا أبدو رائعة؟ هذا مذهل، أريد أن أجرب. الطريقة سهلة، جربيها. سأحضر قطعة قصدير وأضيف كريم أساس وأضع أحمر شفاه. رسمك مبهر، سيفخر بك بيكاسو. كدت أنتهي، أظن أنه جاهز. والآن سأضعه على وجهي. أنا متحمسة لرؤية النتيجة. حانت اللحظة الكبرى، كيف أبدو؟ لا تنظري في المرآة، اسمعي كلامي. هل أنت جادة؟ أبدو بشعة. دعيني أساعدك، يمكنني إصلاحه. حان وقت العمل، القليل هنا وقطرة هنا، سيبدو رائعا عليك. ها هي تحفة الفنية جاهزة، لا تتحركي. أنفي. يا إلهي، لا أصدق أنك فعلت ذلك، أبدو مذهلة. مكياجي، فستاني، لنحتفل. يا لكسي، هل أنت مستعدة؟ أبدو مثل بطاطا مشوية. يناسبك تماما، يبرز هذا المكياج عينيك. وداعا. يا ويلك مني، هذا غير مضحك. كايلي. كانت مباراة رائعة، كانت صعبة، أنا مرهقة. كانوا فريقاً بارعاً، لكننا كنا أفضل بالتأكيد. هل رأيت هدفي؟ ماذا تفعلين؟ لا يمكنني إزالة هذا الرباط المطاطي من شعري.
لقد مزقت شعري. سيؤلم هذا بشدة. توقفي، جربي زيت جوز الهند، سيساعدك. أعدك. أهلا، دعني أجرب. سنضع بضع قطرات على الرباط المطاطي وسننزله للأسفل بلطف. انزلقت الربطات وخرجت من شعري، وشعري ناعم ورائحته رائعة. إنه كبلسم، لا تنسي هذا. حسناً، من الأفضل أن أذهب إلى المنزل. ودان، ودان يا صوفي. أوه، لابد أن ذلك قد ألمك. أتودين مني الاتصال بالإسعاف؟ أنا بخير، سأستلقي هنا لفترة. أحتاج إلى تدبيس هذه الأوراق وسأكون قد انتهيت من واجبي. هذا ممتع في الواقع. ها؟ لابد أنها عالقة. أوبس، كلا، قد تكون هذه مشكلة. ها أنا دا، انتهيت، والآن يمكنني الاسترخاء. دبابيس غبية. سيكون هذا مؤلماً. أو كلا، هذا مسرح جريمة الآن، ابقي بعيدة. حسناً، ممنوع دخول الصحافة، اخرجوا من هنا. ديفيد! لا 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 لا، أوه أجل. ديفيد! يا له من كوب قهوة جيد. أمل أن ينجح هذا. من أين أتت هذا؟ بها رسالة، استغاثة. أتساءل ما الخطب؟ ما هذا؟ ماذا؟ دبابيس؟ ستحل علبة سماعاتي هذه المشكلة، ستلتقط كل الدبابيس. هكذا تماما، أعتقد أنني التقطتها كلها. شكرا لك. أوه، من هذا الشاب الوسيم؟ أمل أن شعري مرتب، سأرتدي شيئا جميلا. اللون البرتقالي يناسبني تماماً. حان وقت إبهار هذا الإنسان. مرحى، يجب أن أحمي ساقي. ألا تبدوان رائعتين؟ لست معتادة على استخدامهما. ببطء، أظن أنني بدأت أعتاد عليهما. مجرد يوم عادي في حياة حرية بحر. هيا ادخلي. أعتقد أنني أضع الكثير من الأشياء في خزانتي. أرجوك، هيا، كدت أغلقها. وأخيراً، ظننت هذا لن... أشعر بالنعاس. خزانة شيرل مفتوحة؟ هذا غريب. شيرل، هل أنت بخير؟ شيرل، انهضي. لا أريد الذهاب إلى المدرسة يا أمي. يجب أن أساعدها، لكن كيف؟ قد يكون هذا الكيس مفيداً، وهذا المغناطيس قد ينجح هذا. سأضع الكيس في الخزانة وأثبته بالمغناطيس. سأفعل الشيء ذاته على الجانب الآخر، سيفي هذا بالغرض. ثم سأملأ الأكياس بأغراض شيرل، وهكذا ستصبح خزانتها مرتبة. واو، لديها الكثير من الأشياء، فرق شاسع. أعتقد أن علي الآن مساعدة شيرل. هل أنت ملاك؟ أو أنت لونا، لقد رتبت خزانتك. يمكنني رؤية الأشياء الآن. واو، مرتبة جيداً، لقد أحببتها. شكراً لك، أنت رائعة. على الرحب والسعة، هل تسمحين لي بالذهاب؟ أنت تسحقينني. لا بأس يا صديقتي، سأخذ كتبي للدرس القادم. أوبس، تظاهري بأنك لم تري شيئاً. كما ترين، ألوان طلاء مذهلة فحسب. إنها تذكر المرء بليالي الصيف وشعور الإغراء. حسناً، هل أنتم مستعدون للبدء؟ لنفعل هذا. لا تقلق يا فتيات، أنا بخير. يمكن أن يكون الفن خطيراً. والآن ابدأ بالعمل على لوحتيكما. سأكون هنا لأي أسئلة أو إذا احتجتما إلى إرشادات. حسناً، أنا مستعدة لصنع فني الخاص. ممتاز، أشعر بتأثير هذه الألوان حقاً. أحتاج إلى المزيد من الألوان لعملي. الألوان، أعطيني الألوان. المزيد، هذه الألوان وهذه أيضاً. أجل، هذا ما أتحدث عنه، لطيف جداً. هذا هو الشغف الذي أحب رؤيته في صفي. يبدو أن الحبر قد نفذ في هذا القلم، سأخذ واحداً آخر. أين ذهبت كلها؟ أنت، لقد استولت عليها كلها. حسناً، والآن ماذا سأفعل؟ سأضع المزيد من هذا هنا. أجل، هذا مبهر. هذا سخيف، كيف يفترض أن أعمل بلا أدوات؟
أهلا لحظة، أظن أن لدي فكرة. ها أنا ذا. أحب كتب التلوين الصغيرة هذه. علي تسلل إلى هنا. سأخذ الماسحات القطنية. أعتقد أنني سمعت شيئا. أين ذهبت ماسحات القطنية؟ أشعر بالحكة في أذني. كلا. مهلا إيدائي، سيكون كل شيء بخير. لدي مخزون إضافي، أنا بخير. نجحت أول مرحلة من خططي، سأكمل العمل. سألف المسحة القطنية بهذا المنديل. سألف حولها كلها وسأضيف بعض أشرطة واشي لاصقة. أحب هذا الشريط ذا النقاط البنفسجية. والآن سألف حول المسحة القطنية. يبدو رائعا، لكن ما أحتاج إليه حقا هو اللون مثل لون طعامي هذا. سأضع طرف المسحة القطنية في اللون. سأختبره على قطعة الورق هذه. لقد أنقذت مشروعي الفني. ولماذا أصنع واحدة بينما يمكنني صنع مسحاتي بألوان قوس قزح؟ حسناً، سأعود للعمل. زوم. مرحباً يا عملي، اشتقت إليك، لكنني عدت بالمزيد من الألوان. أنا أفضل فنانة عبقرية على الإطلاق. قد يكون هذا أفضل أعمالي الفنية. حسناً، لنرى أعمالكم اليوم. ها هي لوحتي، أحبها للغاية. لوحتي تعبير عن الرعب الذي يشعر به المرء عند سلم مظلم. حسناً، دعيني ألقي نظرة عن قرب هنا. أرى استخدامك للأزرق ودرجات البرتقالي هنا. حسناً، لديك مجموعة من الخطوط فحسب. ما هذا؟ من أين أتت هذه العصيان الفنية الصغيرة؟ ممتاز، أحببتها. أحسنت يا عزيزتي. سأستعير هذه إن لم تمانعي. بالطبع، لا مشكلة في ذلك. صحيح، كنت أعمل على كتابة مذكراتي. يا إلهي، ماذا كنت أفعل؟ الرسمة جيدة، لكن فرشاتي بدأت تجف. يحدث هذا دائما. وجدتها، سأستخدم فرشاة ماديسون. ها هي، إنها ما أحتاجه بالضبط. هذه الفرشاة عريضة، القليل من الخطوط. لا، رأس الفرشاة، إنه يطير بعيدا. يا ويلي، لقد وقع في المسبح. ماذا حدث؟ نفذت بجلدي. سأعود حالا، يجب أن أتحرك بهدوء. ها هو، إنه مبلل. هذه الصدفة جميلة، فكرة رائعة. هل انكسر رأس فرشاتك؟ لا مشكلة، ألصقيه على صدفة جميلة. أين هي؟ أتبحثين عن هذا؟ هل هذه فرشاة مكياجي؟ صنعتها خصيصاً لك. واو، تصميمها مميز وتعمل مثل الفرشاة العادية. حوريات البحر مبدعات بلا شك. يلا من حفلة رائعة، إنه لطيف جداً. مرحباً، يعجبني رقصك. يا إلهي، حقاً، ما الذي تتميز به عني؟ ربما علي أن أحرك شعري أكثر. يا لك من رقصة بارعة. لما لا ينجح هذا؟ هذا غير عادل. إنه ليس خطأي أن شعري ليس طويلاً ومنسدلاً. هل أنت بخير؟ من خطبة؟ أتمنى لو لي شعر مثل شعرك. هذا الأمر كله في التصفيفة، دعيني أساعدك. سنبدأ بفك رباط الشعر وسنرفع الشعر قليلا. سنصنع ذيل حصان هنا، ثم سنرفع الجانبين، وسنستخدم ربطة شعر أخرى لنجمعهما فوق ذيل الحصان الأساسي. والآن سنثبته في مكانه. هذا مظهر يليق بك جدا، ما رأيك؟ تحيل، هذا شعري. شكرا لك، أنت رائعة. هيا لنرقص. لقد عدت. عجبا، هذه أفضل ليلة على الإطلاق. حركي ذلك الشعر يا فتاة. أيها الفتاتين، كونا حذرتين. بسرعة لنأخذ صورة سيلفي قبل بدء الحصة. لانا، ما خطب عينك؟ ماذا؟ كيف تلطخ مكياجي بهذا الشكل؟ لقد وضعته للتو. يا إلهي، ما الذي يجب علي فعله الآن؟ فرقه جعله أسوأ بعشر مرات. لا أعتقد حتى أني أحضرت معي أي مكياج احتياطي، لكن ربما يمكن أن يساعد قلم التحديد هذا. لماذا لم يخطر على بالي قبل الآن؟
إن كنت تعانين من كارثة تلطخ مكياج، بإمكان قلم تحديد صغير إنقاذ اليوم. ستختفي هذه البقع البشعة في بضع خطوات سريعة فقط. ألا يفترض بقلم التحديد رسم ألوان؟ حسناً، من الطريف أنك سألت عن ذلك. قمت في الواقع بتغيير قلم التحديد قليلاً ليناسب احتياجاتي. أولاً، املئي وعاءً بماء دافئ، ثم امسكي قلم التحديد وازيلي طرفه قبل إزالة الغطاء ورأسه. ضعيه في الماء، ثم اخرجي الحبر من قلم التحديد وضعيه في الماء أيضاً، ثم انتظري حتى يخرج كل اللون. بعد ذلك انقعي حامل الحبر ورأس القلم الخاليين من اللون في مزيل مكياج عيون كهذا. هكذا، بعد نقع القطعتين في المزيل أعيديهما داخل قلم التحديد. لا تنسي الغطاء. وهذه الطريقة ببساطة. هل تريدين تجربته؟ بالطبع. حسناً، من الأفضل أن نركز، فقد بدأت الحصة. عجباً، يا له من نوم هانئ. ها هي وجبتي الخفيفة من منتصف الليل. هل هو اليوم؟ كلا، لقد تأخرت. علي الإسراع. على الهول، شعري دهني للغاية. هذا ليس مظهراً جيداً. ما تلك الرائحة؟ يبدو أن علي غسل شعري. مهلاً، ألا ينبغي أن يكون هناك ماء؟ أيها الماء، أعلم أنك هناك. ماذا سأفعل الآن؟ ربما أستخدم بودرة التلك. سأنثرها فوق شعري ثم سأفركها فيه. نجحت تماماً. لقد تخلصت بودرة التلك من المظهر الدهني. يبدو شعري وكأنه مغسول، والآن أنا مستعدة لالتقاط صورتي. شو؟ تركت. حسناً، علي الذهاب. لا، لقد تأخرت كثيراً. كنت أعلم أنه يجب علي الذهاب للنوم مبكراً ليلة الأمس. حسناً، لدي ما يكفي من الوقت للاستعداد. من أين أبدأ؟ حسناً، هذه إحدى طرق القيام بذلك. واو، تبدين رائعة يا فيلا، لكن ربما يمكن وضع زينة أخيرة على شعرك. نعم، أذان القطة الصغيرة الرائعة هذه هي الطريقة المثالية لإكمال هذا. التالي اختيار الزي. هذا القميص الأبيض البسيط جميل، وهذا الوشاح الأحمر أنيق جداً، لكنه مبالغ فيه للصف. لكن كما تعلم معظم الفتيات، من الأفضل دائماً ارتداء اللبس قبل وضع المكياج. أترين ما أقصده؟ يا إلهي، تلطخ كل مكياجي على القميص الأبيض. يمكنك تجنب هذا السيناريو المزعج للغاية إن أردت، لكن يجب علينا إعادتك بضع خطوات للوراء. حسناً، توقف هنا، لكن هذه المرة لا تتسرعي في إلقاء هذا الوشاح بعيداً. قبل وضع القميص فوق وجهك المغطى بالمكياج، استخدمي وشاحاً حريرياً كهذا لحمايته. ضعيه فوق رأسك أثناء ارتداء القميص. يا للروعة، لا يزال شعر بيلا ومكياجها سليمين. تراكمت الصحون. لا خيار أمامي للأسف، لكن لن أسمح بتبلل ملابسي. وضعت مكياجي للتو. أظن أني مقاومة للماء الآن. حان وقت العمل. الماء يرتد عن الملعقة. لم أتوقع حدوث هذا. لقد تبلل وجهي. هذا ما كنت أحاول تجنبه بالضبط. إنه يحدث. أجل، عادت تلك الزعانف الغبية. أنت وسيم جداً. مرحباً لونا، تبدين جميلة. هذا فظيع ومزعج جداً. يكفي، الأمر ذاته كل يوم. اهدئي. خطرت لي فكرة، أعرف كيف أتحدث إلى كيفن دون إزعاج شيرل. أولاً سأغطي دفتر الملاحظات بهذا الشريط اللاصق، سيفي هذا بالغرض. ثم سأقص هذه الإسفنجة بشكل مربع بهذا الشكل، وبعدها سأضع القليل من الغراء على الإسفنجة. لن أستخدم الكثير، وسألصق الإسفنجة على هذا القلم. الآن سأكتب رسالة إلى كيفن. هكذا. هاي، مرريها لكيفن. هذه لك، خذها. رائع، سأرد عليها.
هل هذا مختلف؟ سأخبر المعلمة. معلمتي، سأخذ هذا. سأمسح رسالة. متحمسة لموعدنا هذه الليلة. أعطني هذا. انظري يا معلمتي. نعم يا شيرل. يكتبان الرسائل الغرامية. انظري. لكن أين هي؟ لا تضيعي وقتي يا شيرل. كانت هناك رسالة، لقد رأيتها. هولا، اختباري. سأرسب. لا، أراك الليلة. لا أطيق الانتظار. يا ليتني شربت كوب قهوة قبل التمرين، هذا يكفي لليوم. سأتصفح هاتفي. ماذا تفعلين هناك؟ انهضي عن المقعد. أوف. 20 مرة. 2. واصلي. 3. ألا أتعرق. أي شيء إلا العرق. بقيت 5 ثوان. أشعر بقدومها. قطرة العرق قادمة. هذا سيء. أظن أن التمرين انتهى. حورية بحر. على الأقل عذابي انتهى. هل أنت بخير؟ تبدو شاحبا بعض الشيء. هل أنادي الممرضة؟ أظن أن الإجابة نعم. من المستحيل تجنب الاستحمام، كما أني بدأت أعتاد على جسدي حرية البحر. والاستحمام يريح أعصابي. يا سلام، كم هذا رائع. أشعر باسترخاء كبير. سعدت برؤيتك يا زعانف. إنها جميلة بعض الشيء. يا إلهي بيلا، عودي بعد ساعة. هيا، أنت تفسدين حمامي المهدئ. أوف، من الجيد أن جسمي قوي. هيا، أنا أحاول بأقصى سرعتي. يجب أن أجفف زعانفي. سأستخدم هذه المنشفة. أعطيني دقيقة. أعطيني دقيقة. هيا، سأسرع العملية. قد لا أستحم أبدا. كدت أنتهي. اختفت الزعانف. سأنهض الآن. حسنا يا لانا. ما الذي يسد الباب؟ لانا، استيقظي يا فتاة. هل حان دوري في الاستحمام؟ أنا متحمسة جدا لدرس الفن. حسناً يا طلاب، أريد منكم اليوم رسم قطة. انظروا لهذا الوجه الجميل. هذا صعب. وهذا هو ذيلها. هذا سيء. انتهيت، كنت في عجلة من أمري، لذا هذا ليس أفضل ما لدي. ماذا؟ لا أصدق. إنه أسوأ يوم في حياتي. أعطني هذا الشيء. لكنك تستحقين. خطرت لي فكرة. قد ينجح هذا. إن حاولت لف الرباط المطاطي حول القلمين وفعلت الشيء ذاته في الطرف الآخر، يمكنني تحديد القطة المرسومة على دفتر ملاحظاتي. يبدو أن الأمر ينجح. حصلت على نسخة مثالية منها بتتبع الخطوط. واو، تبدو جميلة جدا. أدهشتني يا شيرل. شكرا لك، أزيد هذا بالفطرة. جيد، رائعة كعادتك يا لونا. ممتاز، وصلي على هذا النحو. شكرا.
لا، ما زالت تطبع. توقفي. ماذا؟ لا شيء هنا. أكره درس الفن. ماذا سألت؟ هل هذه الأصداف حقيقية؟ رد علي. ما الذي تحدقين به؟ ذلك الشاب هناك. هل يعجبك حقا؟ أنت لا ترين ما أراه. لا أرى ما يجذبك إلي. إنه يلوح لي الآن. ماديسون، سأعود إليك بعد دقيقة. أهلا. سأخذ الخطوة الأولى. لا تفعلي ذلك يا ماديسون. وجدتها. يا ماديسون، أتريدين وضع عطري؟ شكرا، أريد أن تكون رائحتي جميلة. لا تعرف ماديسون أنه ليس عطرا. أنا قادمة. مرحبا، ما هذه الرائحة النتنة؟ مثل سمك ميت. لحظة، أعد. إنه ليس ذنبي. يا إلهي، كان ذلك محرجا. إنه لا يناسبك. لنعد لقصتي. أحب ظل العيون، إنه لطيف. أنا نسانة. من الأفضل أن أعد أغراضي. مرحبا. ظننتك شبحا. مضحكة. أنت شاحبة للغاية. أيا كان، أنا متعبة كثيرا. ربما علي مساعدتها. لابد من شيء هنا يمكنها استخدامه. أها، هذا مفيد فعلا. انظروا إليها. استيقظي. ما الأمر الآن؟ يمكنك الحصول على هذا. غراء رائع، أنت طيبة. اسكبي. حسنا، ولكني أعلم ما هو الغراء. ماذا يحدث؟ هذا مكياج؟ أي سحر هذا؟ تفضلي، استخدمي هذا لتصبحي مقبولة المظهر. حسناً، ولكني مرتبكة كثيراً. خذي زجاجة غراء فارغة، نظفي فيها وانزع الغطاء، وخذي كريم الأساس المفضل لديك واملأي به زجاجة الغراء، وحين تنتهي ضع الغطاء مجدداً وسيكون لديك مخزون سري من كريم الأساس. لقد فهمت. شكرا، لا مشكلة. هذا أفضل بكثير. كيف أبدو؟ رائعة. تفضلي. ماذا؟ ماذا تقول؟ أين أنت؟ آسف، أنا في طريقي الآن. كلا، انظروا إلى كل تلك الألوان. أنا أرتدي الأبيض فحسب. من المستحيل أن يدعوني أدخل. كلا، أوبس، هذا سيء. مهلا، هل هذا أنت هناك؟ أنت، هل بإمكانك رؤيتي؟ علي فعل شيء سريع. هناك مكان أختبئ فيه؟ سلة القمامة؟ هذا أسوأ خيار على الإطلاق، لكنه خياري الوحيد. حسنا، ها أنا ذا في سلة القمامة. أعتقد أنني مخطئة. كان ذلك وشيكا، لقد كادت أن تراني. المكان مقزز هنا. ما هذا؟ انتهت مسيرتي الفنية رسميا. ماذا؟ ما الذي يوجد بالداخل؟ مستحيل، جليتر. حسنا، لدي طبق وعلي سكب الجليتر فيه. هذا اللون الأحمر جميل، أحتاج إلى عمل خط. ثم سأضيف الجليتر الذهبي، سأسكبه خارجا، واللون الثالث أخضر رائع، ثم كل البقية. حان وقت وضع يدي على كل ذلك الجليتر. انظروا إلى هذا، إنه لامع جدا وبراق جدا. لنخرج من سلة القمامة، والآن يداي. أجل، ومع نظارتي لطيفة سيكتمل المظهر. حان وقت الوصول إلى هذه الحفلة، خصوصا لأنني قد تأخرت بالفعل. عزيزتي، آسف لأنني تأخرت كثيرا. لا أصدق أنك جعلتني أنتظر طويلا هنا. أجل، لكن انظري إلى قميصي، لقد صنعت كل ذلك بنفسي.
مستحيل، هذا مثير للإعجاب. نحن مستعدان للدخول إلى الحفلة. دعاني أنظر إليكما. حسناً، يمكنكما الدخول. أحب يوم الاختبارات، أمل أن طلابي مستعدون. يا إلهي يا إلهي، لا يبدو يوم من هذا منطقياً بالنسبة إلي. آنسة آنسة، أحتاج إلى المساعدة. أحم، رجاءً اقرأ الملحوظات على السبورة يا جولي. انتهى وقت الأسئلة، يكاد وقت الاختبار يبدأ. أوه صحيح، كنت أتدرب ليوم عادي في الصف. أصادق أي شيء تقولين. مرحباً، أنا هنا للاختبار أو أياً كان. يا له من عبء، لا أصدق أن علي أن أكون هنا لهذا. يبدو أنها مستعدة وتتمالك أمرها. ربما أقرب مكتبي قليلا إلى مكتبها. آنسة آنسة، لا تقرب مكتبها إلى مكتبي. حسنا، حان الوقت لبدء الاختبار. يمكنني فعل هذا علي إجابة الأسئلة فحسب. سأمدد جسمي قليلا قبل البدء. من الجيد أني وضعت ورقة الغش هذه معي. ماذا تظنين أنك تفعلين؟ هذا ما ظننت، ورقة غش، أعطني إياها. والآن عودي للعمل وانهي الاختبار. حسناً، ليس الأمر وكأن تلك خطتي الوحيدة. لا تفكري في الأمر حتى، سأخذ هذه. بحقك إنك معلمة نينجا، لكن الأمر رائع نوعاً ما. حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ حسناً، ربما سأفتح حافظة أقلام الرصاص. حمداً للرب أني أضفت ورقة غش هنا. أعطني هذا، تفضلي خذي أغراض الكتابة. قلم الحبر، ربما يمكنني فعل شيء باستخدامه. أجل، أعتقد أن ذلك سينجح. أولاً سأحتاج إلى تسخين شفرتي باستخدام لهب الشمعة. ها نحن ذا، إنها ساخنة. والآن سأستخدم السكين على القلم. سأقطع خلاله، وسأحتاج إلى عودي تنظيف أسنان ورباط مطاطي. سألف الرباط المطاطي حول عودي الأسنان. والآن سأضع ورقة الغش داخل القطع الذي صنعته. سيساعدني عود الأسنان على لفها. ثم أتمكن من جمع أجزاء القلم معاً مجدداً. ممتاز. أجل أجل، كان ذلك ليكون شيئاً من الرائع صنعه. أوه الاختبار، من الأفضل أن أعود إلى العمل. أجل، أنا أوازن هذه الساعة على ذراعي. أنتما، انتهى الاختبار، اخفض أقلامكما. أحب أيام الاختبارات. مرحبا، رعت في الحل كما توقعت. مهلا، انتهى الوقت بالفعل، لم أنهي أي شيء. أتمنى لو رأيت وجه كيفن. شكرا. على العموم كما كنت أقول، انتبهي يا بيلا، هذا سيء. لا لا يمكن أن يحدث هذا. أجل، إنه يحدث. ما رأيك بزي بيلا؟ لا مفر منها، ها هي الزعانف. على الأقل أنت جالسة. شكرا، طبق السمك يا آنسة. هل هذه صديقتي العزيزة من البحر؟ إنها مجرد السمكة يا بيلا، سنطلب لك طبقاً مختلفاً. من المعتو الذي يأكل السمك؟ أنت طلبت. المأكولات البحرية فكرة سيئة. سار الكوابيس لعدة أسابيع. ها؟ جف بنطالي أخيراً. لماذا تأخرت طلبيتنا؟ أين النادل؟ نحن هنا منذ ساعة. أين طبق السمك الذي طلبته؟ هذه الوظيفة تقودني للجنون. استمتعي بيومك. هذا محرج. أنا أعشق المارشميلو. لابد أنه في مكان ما. هنا؟ هنا؟ كلا. ماذا عن هنا؟ كلا. هيا يا حبة المارشميلو، استعدي لمقابلة معدتي. ها؟ لقد اختفت. لا بأس، هناك المزيد. ما الذي يحدث؟ ستنفعني. المعذرة، لدي موعد، لكن مكياجي ضائع، لذا سأستخدم الحلويات. لكن كيف؟ أحتاج هذا والمزيد من الأشياء. سأستخدمه. هذا غريب، سأغادر المطبخ. بانجر، هذا ما أحتاجه بالضبط. حان وقت العمل، سأبدأ بالكاسترد. سأضعه في وعاء مع بعض الماء والدقيق. أخلط جيداً لعمل عجينة. هذا ما أريده بالضبط. ستعمل حبة المارشميلو كإسفنجة مكياج. سأغمسها في خليط الكاسترد ثم على وجهي.
كريم أساس حلو الشكل والطعام. ما التالي؟ وجدتها، الكاكاو اللذيذ. سأحتاج فرشة أخرى، سأضعه على الكاسترد. الجانب الآخر، هذا أفضل من مكياجي العادي. أوه، حاجباي، يجب أن أرسمهما. سأستخدم المزيد من الكاكاو والقليل من الماء، سيساعدني عود تنظيف الأسنان. سأملأ حاجبي بدقة. لا حاجة للمكياج الغالي، ممتاز. حان وقت الكركم ورشة زيت زيتون، سأخلطهما وحصلت على ظل عيون طبيعي. أعجبني هذا اللون. واو، حان دور البنجر. سيضيف لونا ورديا لخدي، أحمر خدود طبيعي. هذه السكيتلز هي ما أحتاجه الآن. سأضعها على شفتي بدل أكلها. انتهيت، أظن أنني جاهزة. آخر خطوة، أنا جاهزة للموعد. تبدين جميلة للغاية. كم أنا سعيدة. ما خطبكما؟ يراودني، شعور غريب. يا أنا آسف، إنه لطيف بشكل مفرط. يا للهول، رائحة فمه فظيعة. يقال إن الجمال في عين الناظر، لكن القليل من المكياج لا يضر، صحيح؟ لا تنسي مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك والاشتراك في قناتنا لتشاهدي المزيد من التحديات المسلية. هذا الصف ممل جدا. أنا جايع للغاية. أنت، هذا مضحك جدا. ماديسون، انتبهي، خاصة حين أكون طريفا. كنت أعمل على شيء لهذا الموقف بالتحديد. أوه، مرحبا يا سيدي، درس رائع. أوه، ما هذا؟ هذا رائع، أين كان هذا طوال حياتي؟ تبدين سخيفة. أكره هذا الصف، هذا اللون يناسبك، أحب هذا. كدت أنتهي من غسل الصحون. هوف، هلا، كوب آخر، اغسليه من فضلك. حسناً، مجرد كوب واحد. لا أفهم كيف يتسخ هذا الكوب كثيراً. ماذا؟ يدي؟ هلا، هل انكسر؟ آه، لم ينكسر. لا، مقبض كوبي أمي المفضل. يا ويلي منها. أهلاً، يمكنني إصلاحه. لا أحتاج إلى غراء، لدي قلم ثلاثي الأبعاد. سأغطي هذا الصدى، إنه بنفس اللون، لذا فهو بالكاد ملحوظ. سأضعه على كل المقبض على طول الحافة، لكني لا أحتاج للكثير. انتهيت من جانب واحد، حان دور الجانب الآخر. سأفعل نفس الشيء هنا. كدت أنتهي من هذا الجانب. هكذا، سأضع بعض الغراء في الأعلى والأسفل. المقبض هو أهم جزء في الكوب، يجب أن أتأكد من ثباته. انتهيت، إنه ثابت في مكانه. هو، خذي هذا العصير. ها، يبدو أنك أضفت بعض الزينة لمقبض الكوب. هل هناك سبب وراء ذلك؟ كلا، إنها تسهل الإمساك بالمقبض. شكراً على العصير. هوف، أنا سعيدة لأن حيلتي نجحت. المعذرة، أحتاج إلى خزانتي. من الغريب أنها تدرس هنا. تباً، دق الجرس. أهلاً، كيف علقت التنورة في الخزانة؟ أوف، إنها عالقة بشدة، سأسحبها بقوة. انسحبت التنورة مني. كلا، لن أحاول ذلك. هناك شق كبير. لحظة، أجل، قلمي ثلاثي الأبعاد. أنا سعيدة لأني أحضرته للمدرسة. سأرسم تصميما صغيرا ظريفا حول الشق في التنورة. سأبدأ في تعبئته. يجب أن أتأكد من تغطية كل الشق. حان وقت اللون التالي. سأغطي كل هذا الجانب من الشق. انتهيت، لم يعد موجوداً. سأضيف بعض التفاصيل. سأعبي الأذنين. سأرسم عينين صغيرتين. وبالطبع الأنف والفم.
ما أجمل هذا الثعلب! عشقت مخفيا ومنحت التنورة لمسة مثالية. هذا صعب، كان علي المذاكرة حقا. ماديسون، مرحبا. مرحبا يا دافيد. يا للهول، هذه هي اللحظة. هذه زور لأجلك، أنت شعري للغاية. أتوق لقضاء بقية حياتي معك. أنا سعيدة جدا. مرحبا أيها البطل. أوه، لدي جانبي كوتشيكو. الحياة مثالية. أنت، أوه، هل أنت معي؟ إذن هل يمكنني استعارة قلم؟ أوه صحيح، بالطبع تفضل. مهلا، لا يمكنني إعطاء ديفيد قلما ممضوغا، دعني أجد قلما آخر. أوه، أحتاج إلى التوقف عن أكل الأقلام حقا. مرحبا يا دافيد. مرحبا يا إيما. يمكنك الحصول على قلمي. ما اللحظة؟ حسنا، لا أصدق هذا، ما الذي تفعله إيما؟ علي الإسراع. يبدو هذا جيدا، لن أستغرق وقتا طويلا. لابد أن لدي قلما في مكان ما. هذا كل ما لدي؟ أوه، ربما يمكنني استخدام طلاء الأظافر هذا. أظن أن ذلك قد يفلح. سأبدأ بتفكيك القلم ثم سأقص الطرف. سأضع بعض الغراء على نهاية الطرف. والآن أحتاج إلى طلاء الأظافر. سأضع الطرف في زجاجة وأحيطه بالغراء. سأتركه ليجف ثم سأستبدل رأس القلم. ينبغي أن ينجح هذا، إنه قلم غليتر الآن. أوه، يبدو هذا فاخرا. يمكنني إعادة وضع غطاء الزجاجة، إنه أفضل من قلم ممل. تفضل. يا إلهي، لقد تلامسنا. والآن يمكنني أداء عملي. هذا أفضل يوم على الإطلاق. هذا قلم جيد، شكرا. أجل، لقد نجح الأمر. أنت وسيم جدا، أعني كتابتك جميلة. ما أجمل هذا اليوم المشمس والمعتدل. أشعر بالملل، ضعي مكياجا لي بكل سرور. ما أجمل هذا الشاب. مهلا، لقد أوقعت نظارتك. عد هنا، اذهبي وأحضريها. لماذا يجب علي فعل كل شيء؟ أنت، نظارتك هنا. نظارتي، لا أستطيع أن أرى بدونها. هل يتجاهلون متعمدا؟ كل شيء مشوش. أين نظارته؟ أخيرا، سأضع مكياجك الآن، أنا متحمسة. هناك شيء مختلف فيك، لكن لا بأس. ما هذا؟ سيبدو جيدا عليك. لا تتحركي، أظن أن هذا يكفي. سأضعه على وجهك. أين أنت؟ وجدتك. أتعلمين، يجب أن أعترف وضع المكياج، فأنا موهوبة. حان وقت الجليتر، إنه يناسبك تماما. أشعر بالدغدغة. صحة، حان دور أحمر السفاح. زمي شفتيك بثبات. كدت أنتهي. واو، تبدين جميلة على ما أظن. لحظة، هذه ليست نظارتي. تبدين رائعة. تذكرت، لدي موعد، يجب أن أذهب. وداعا. إلى أين تذهبين؟ لماذا هذه النظارة هنا؟ نظارتي، عثرت عليها؟ ظننت أني أضعتها. أهلا. ما المشكلة؟ يبدو أنه لا يتحمل جمالي. رائع، لا يوجد أحد كما أحتاج بالضبط. مرحبا، أنا هنا في الوقت المناسب. استعدي. اسقي ثابتة. مذهل، كيف أبدو؟ فاتنة، يعطيني شعورا أفضل. يا لها من قاعدة غبية، لا أحتاج إلى هذا بعد الآن. انتباه يا طلاب، سيكون هذا في الاختبار. أكره صف الرياضيات. المعلمة مشغولة، إنها فرصتي. أين هو؟ الرياضيات مثيرة للغاية. ماذا؟ هيا، وجدته. أشلي، مرحبا، ماذا تفعلين؟ أنا لا شيء. أنا أراقبك. كان ذلك وشيكا،
علي الإسراع. كلا، ليس ما أريده. لا يشك في أحد. هاشلي، أبقي يديك على المكتب. ها هي، سعيدة. لا مزيد من الهراء. عجبا، إنها غاضبة ولكنها لم تقل شيئا عن قدمي. أنا مسرورة جدا لممارسة اليوغا. كنت أصل، هذا صعب. كلا، مجددا يا أشلي. أصلي. حسنا، نجحت وحصلت على مكياجي. مهلا، حافظة الأقلام تعطيني فكرة. قد ينجح هذا. أزيل الغطاء والأقلام من الحافظة. ضع الغراء على حافة قلم رصاص صغير، ثم ضع القلم داخل الغطاء. كرري هذا مع أقلام أكثر. أقلمي حتى يمتلئ الغطاء كله، ثم ضع مكياجك داخل الحافظة. تأكدي من اختيار الأساسيات فحسب، ثم ضع الغطاء. حافظة المكياج الخاصة بي للصف، ولن يعرف أحد. هذا مكياج؟ كل ما أحتاج إليه هنا. ما أحتاج إليه لإضافة لمسات سريعة. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ أحببت تلك الفكرة. أوه، رن الجرس، يجب أن أذهب للصف. تنورتي عالقة في الخزانة. هيا، ليس لدي وقت لهذا. اترك التنورة. لا، هو صحيح، المفتاح. أين هو؟ لابد أنه في حقيبتي. إنه في مكان ما هنا. حسناً، هذا سخيف. لا أستطيع العثور عليه. لحظة، خطرت لي فكرة. أنا قادمة. ماذا هنا؟ كيس الشيبس، كتب. يجب أن أتعمق. ها هو، عثرت عليه. أوف، أخيراً، كانت مهمة شاقة. وفتحت الخزانة أخيراً. لحظة، خطرت لي فكرة أفضل. أحضرت قلمي ثلاثي الأبعاد ورسمت قلباً صغيراً على الورقة. سأحدد حواف القلب. عظيم، يمكنني تعبئة القلب الآن. هذه جزئية مفضلة في الرسم بالقلم ثلاثي الأبعاد. أحب رسم الخطوط الطويلة، فلن أترك أي فجوة بين الخطوط. القلب جاهز. سأضيف سلسلة مفاتيح لطرفه. سيساعدني القلم ثلاثي الأبعاد في تثبيتها. سلسلة المفاتيح جاهزة للاستخدام. تبدو ظريفة. لن يضيع مفتاحي بعد الآن. هذه الرقصة ممتعة. أوه، جرس الباب، سأفتح. تبان، كنا في منتصف الرقصة. انظري، إنه طرد. مرحى، إنها حذائي الكروكس الجديد. إنه جميل، قد أعجبني. واو، يا لحظك، حذائي سادة وممل. مهلا، يمكنني إصلاح ذلك. رسمت وردة صغيرة. حان وقت القلم ثلاثي الأبعاد. انتهيت من بتلتين، سأرسم البقية. أنا أفضل نمط الذهاب والعودة. انتهيت. سأستخدم اللون الأصفر لملء المركز. أوه، النتيجة رائعة. التالي فراولة. سأحددها باللون الأسود أولاً. تبدو جيدة. حان وقت الورقة الخضراء. وبالطبع الأحمر للفراولة نفسها. ستكون النتيجة مذهلة. وانتهيت. التالي نجمة. لا أحتاج إلى نموذج لصنعها. يمكنني رسمها بالقلم ثلاثي الأبعاد. ستبدو ساطعة بهذا اللون الأصفر. هكذا، حان دور زوج الحذاء. سأضع النجمة هنا، وكذلك بقية الزينة. هجل، مظهرهما رائع. حان وقت ارتدائهما. يا إلهي، ما أجمل هذا الزوج. قمت بعمل رائع يا كيت. خذي هذه الزينة. أوه، شكراً. هل تريدين رؤية شيء رائع؟ انظري ماذا صنعت أيضاً. يمكننا تغطية الفردتين ومنحهما مظهراً جديداً. صنعتهما بالرسم بالقلم ثلاثي الأبعاد على الحذاء. هذا رائع. أوه صحيح، الرقصة. لنستعرض أحذيتنا الجديدة.
الرسم ممتع. جيد يا عزيزتي، طلاء الأظافر هذا جميل. لست بحاجة إلى هذا. أو لا بأس يا عزيزتي، الأقلام شهية. بحذر عزيزتي، انتبهي لما تفعلين. وداعا حلوتي. توقفي. عذرا أمي. هذا أفضل. هذا جميل جدا، يبدو شهيا. ربما لقمة واحدة تكفي. ماذا؟ ماذا قلت؟ أنت تقتلين المتعة. لا يهم، لا تفعلي ذلك. لقمة سريعة. مهلا. ليس مجددا. توقفي، ألم تسمعي ما قلته؟ أريد طلاء أظافري. يكفي. أعيدي. انظري ماذا لدي. لن تفعلي. كلا، لكن سأجعله أفضل. سأملأ الوعاء بالماء ثم أضيف إليه طلاء الأظافر وأسكب طلاء الأظافر فوق الماء، ومن ثم أضيف ألوانا مختلفة. يمكنكم الابتكار بالقدر الذي تريدونه. وعند الانتهاء سأحضر قلما وأغمسه في الوعاء. سأغمس القلم بالكامل وأغطيه بالطلاء، ثم أزيله من الماء وسيحصل على التأثير الرخامي. تفضلي يا عزيزتي. واو، يبدو رائعا. هل يمكنني استخدامها؟ أريد هذا. شكرا أمي. أو لا عليك. أعتقد أن هذا شهي. لن تفعليها. كلا. أوبس، كان ذلك وشيكا. فتاة مطيعة. انتهيت من هذا القلم. أو هذا جميل. ما أجملك. أسنان الذئب حادة لكن قلبه طيب، لذا عندما ربتت الأميرة على فروه جلس عند قدميها وظل ملازما لها منذ ذلك اليوم. أو لقد نامت، سأغطيها باللحاف. سأغادر الغرفة بهدوء. لا، كان ذلك الصوت عاليا. أو لا تستيقظي أرجوك. أوف، لا تزال نائمة. تباً، كسرت دميتها. ستغضب كثيراً عندما تعرف ذلك. تباً، ماذا سأفعل؟ أو لدي حل. تعال يا دمية، سنصلحك الآن. لا تخذلني أيها القلم ثلاثي الأبعاد، أنا بحاجة ماسة إليك. سأحاول جعله يبدو مثل حراشب السمكة ليبدو ذيل حورية البحر حقيقياً. حان وقت الزعانف في الأسفل. سأبدأ باللون الأصفر وسأستخدم عدة ألوان لتجميل الذيل. هكذا ظلت اللمسات النهائية. القليل من الأصفر في الأعلى، وانتهيت. أوه، النتيجة رائعة. ستسعد عندما ترى هذه الدمية. أنا فخورة بنفسي. سأضع الدمية هنا لتراها عندما تستيقظ. تصبحين على خير. سأغادر الغرفة الآن. الذئب يريد آيس كريم الكرز. طعم هذا الفشار شهي. أين هو؟ أين هو؟ ربما تحت الوسائد. ماذا تفعلين؟ توقفي عن رمي الوسائد علي. سأبحث تحت ساقيك. لا جدوى من ذلك. بحثت في كل مكان. المشكلة، القرد الثاني ضائع. لا أستطيع العثور عليه. ها؟ تشبهه هذه الورقة. أعطيني بضع دقائق، سأحل هذه المشكلة. القلم ثلاثي الأبعاد قادم للإنقاذ. هذا اللون الأخضر جميل، يعجبني لمعانه. حان دور الجانب الآخر. من الممتع الرسم على ورقة حقيقية. انتهيت. سأزيل الحقيقية الآن. نسخة طبق الأصل. سأضع الآن خطاط القرط. جيد، سأصنع القرط الآخر الآن. إنهما جاهزان. انظري ماذا صنعت لك. تفضلي. واو، سأرتديهما. كيف يبدوان؟ هل شكلي جيد؟ ما
مرحة. يا إلهي إنهما جميلان مثل ورقتي شجر حقيقيتين، ما أجملهما. سأعود لعالمي الخاص الآن. حان الوقت لاستحمام مريح، أنا أتطلع إلى هذا. هذا يعطي شعورا جيدا. لا 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 لا، أغني وأنا أستحم، يجب أن أكون مغنية بوب. أظن ذلك يليق بي. حان الوقت لأجفف نفسي، أحب هذا المظهر، وكأنه قوس قزح الصغير الخاص بي. كاد وقت الذهاب يحين، من الأفضل أن أستعد. كيف يبدو شعري؟ ربما علي تجربة شيء مختلف. مهلا، تذكرت ما حدث آخر مرة، كان ذلك مؤلما. لما أواصل فعل هذا؟ لقد علق الكابل. ماذا؟ ماذا؟ ماذا حدث؟ كلا، هذا ليس جيدا، لن أستخدم هذا مجددا. لابد من أن هناك طريقة لتجعيد شعري من دون إيذاء نفسي. ربما أستخدم هذه المشابك، الأمر يستحق التجربة. سأضع شعري فوق مجفف الملابس، ثم سألفه على الحبال، ثم سأستخدم المشابك لتثبيته. ها أنا دا، آمل أن ينجح هذا. قد أبدو سخيفة، لكن الأمر يستحق. حسناً، لنرى التجعيدات الجميلة. هذا يعطي شعوراً غريباً. رائع، شعري مذهل، حان وقت الذهاب. لما تصمم على إيذائي؟ يونيكورني، إنه لطيف للغاية، ولكنك بحاجة إلى بعض الألوان. أقلامي هنا في مكان ما، لا يبدو هذا جيداً. الحبر في كل مكان، لا يمكنني رسم بهذه الأقلام. أمي، ما الخطب يا عزيزتي؟ انظري إلى أقلامي. لا بأس يا عزيزتي، أمك تعلم ما ستفعل. أولاً سننظف هذا، فلا يمكننا أن نترك أيدينا متسخة. لنجرب تنظيف حقيبتك، الأمر لا ينجح. انظري، سنحضر حقيبة جديدة، أحتاج إلى هاتفي فحسب. عجباً، حقائب الظهر بايضة. سيكون الأمر على ما يرام، تحتاج أمك إلى تفقد نقودها. علمت أن الأمر لا يصدق. أكره رؤية صغيرتي منزعجة. انتظروا لحظة، أظنني أعرف كيف أصلح الوضع. قد ينجح هذا. إخفاء بقع الحبر، كل ما تحتاج إليه هو اللباد الملون، ثم اقطعه في شكل يونيكورن. وضع الغراء على كل جزء، تأكد من تغطية اللباد، ثم ألصق القطعة على الحقيبة. افعل هذا مع كل قطعة لتصنع واحد القرن، مما سيغطي بقعة الحبر في النهاية. لا يمكننا أن ننسى الأعين، ولكل يونيكورن رموش جميلة. والآن هذا سحري. مرحبا يا عزيزتي، هل أنت بخير؟ على الأقل أزلت الحبر من يدي. حسنا، أعدت أمك هذا. رائع، حقيبة يونيكورن، أحببتها، شكرا يا أمي. لا مشكلة يا عزيزتي، إنه مثالي.